أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إحنا في ضيافة أحمد يوسف فخرو في مطعم جو مامز. فكرة مبتكرة من أحمد. أحمد شكراً على الاستضافة. مرحبا. شلونك؟ الحمد لله الله يسلمك. محلك اسمه جو مامز، من وين هي الاسم؟ والله مو بان اللي طلعت الاسم، كان عندي شريك معي. اي نعم. من قبل كم سنة. هل هو جو له علاقة؟ لا ما له علاقة باسم ولا يوسف ولا شيء، مع أن الوالد الله يرحمه كان اسمه يوسف. اي نعم. بس لا هو اللي طلع الاسم، يعني لا مثل ما نقول رنة موسيقية بالضبط الواحد يتذكره. بالضبط. أحمد أنت شنو دراستك؟ درست الماركتينج، درست بزنس التسويق تسويق ودرست تمثيل. أوكي. إخراج. والله يطيح عليك التمثيل ما شاء الله، you have the looks for it. الله يسلمك. لا ما أعرف أمثل أنا. ما تعرف تمثل؟ لا من كذي فتحت مطعم. لا أوكي مي. أوكي تمام. زين شلون انتهيت في المطعم؟ أنت حن كل اللي درسته واشتغلت فترة في التسويق على ما أظن. يس إيه نعم. إيه نعم. وبعدين وكذلك في تنسيق الفعاليات في سويت الايفنتس مانجمنت. اي سويت الايفنتس مانجمنت واشوف لمساتك الفنيه في كل مكان. هذه اللوحات قلت لي لوحاتك معظمهم اللي على الارض اللي احنا معلقناهم. اي انا رسبتهم. اي نعم. فهذه yes. اعتقد انتم شيء يسري في دمكم الفن في عائلتكم. يعني يقولون اي عماتي عمتي بلقيس وعمتي فاطمه اي نعم عمتي منيرة بعد كانت أيضا كانت تدرس بعد. أي نعم. هذه شيء ملكة من رب العالمين. الحمد لله. يس الحمد لله. فحين شلون انتقلت من التسويق ومن عمل كان عندك وظيفة إلى أن أنت صرت صاحب مطعم، ومن وين جاتك الفكرة؟ الفكرة جاتني كنت يعني بالغلط جاتني الفكرة. كنت عازم ربعي عندي البيت وطبخت لهم، مع اني انا ما اطبخ. بس يعني طبخت لهم شنو؟ برجرز. اوكي برجرز. قلت حق روحي ان اعرف اسوي برجرز. اي نعم. لان درست في مدرسه امريكيه طول عمري. اوكي. وبعدين تخرجت رحت درست في امريكا، فكنت واثق اني فاهم البرجرز. اي نعم. بس وعزمتهم وياه وكلينا واستانسوا على الأكل. بس يعني قد ما عجبهم هما على طول طفوا عليك الفكرة. ودوني على صوب بعدين وقالوا لي نبي نستثمر معاك. أوكي. ونفتح بزنس. طبعا استغربت أنا لأن من برجر واحد يعني يصير بزنس. إيه يعني مو التست درايف ما كان كفاية يعني. أي نعم. بس كانوا هما كانوا واثقين أكثر مني. واضح إنهم وايد عجبهم. اي وايد وايد. زين. بس بدينا نشتغل مع بعض ثلاثاتنا. وانت كنت تشتغل في شغل ثاني في ذلك؟ كلنا كنا نشتغل حزاتنا. اوكي. فكلكم كان عندكم طاقة وفكرة ان تسوي شيء زيادة. طاقة أي اهم نعم. شيء. اي نعم. وعندكم لانه وايد تعب. نعم. وعندكم طموح ان تبون تسوون. شلون شفت يعني. الاجراءات حق تفتح تاخذ الرخصة وكل هذا؟ لا هاي قبل الرخصة. هاي قبل. بس يعني لما بديت تشتغل شلون شفت الاجراءات؟ شلون عالم جديد عليك تماما؟ جديد و مو بسهل. قلت إن كان في تحديات في البداية، لكن من ساعدك؟ من الأهل؟ من وقف معك؟ من الأصدقاء؟ شلون قدرتوا تنسقون بين إنه أنتوا كان عندكم وظيفة كل واحد منكم وفوقها تأسسون يعني عمل من البداية، وفي شيء أنتوا ما عندكم في خبرة من قبل؟ هاي بالنسبة حق تأسيس الشركة. أي نعم تأسيس الشركة وفتح المحل. خلاص ربعي اللي كانوا معاي في البداية. أي نعم. بس no more مو معاي. نعم. أوريدي طلعوا، فبس كنت بروحي. أوكي. يعني مع أن شجعوك على الفكرة بس ما وصلوا. ما وصلوا معي لا. أوكي. أنت شفت الحلم التالي بغيت تحققه. بالضبط. نعم. زين. من ساعدك في اختيار المكان مثلاً؟ زوجتي. أوكي. زوجتي. وزوجتك شو اسمها زوجتك؟ سماح. سماح كان لها دور. في المنيو البرجر طبعاً فكرتي اللي هو البيس الأساس. وبعدين سماح إذا سألتيها بتقول لك بأس الباقي عليها. الباقي عليها. اللي فهمت منك إن سماح وايد يعني مهتمة في الأكلات الصحية والطريقة الصحيحة في التغذية والأكل. وايد. والأكل الصحي. ولكن يبقى دائما التحدي إنه يعني الأكل الصحي في نفس الوقت يكون لذيذ. لذيذ. فالحين أنتوا اخترتوا المكان وبديتوا تشتغلون. أوكي. الاستثمار كان في مبلغ عشان تشترون المعدات عشان تسوون الديكور تسوون هالأمور. شلون هل هو من مدخرات عندك أم أنت اتجهت
لبنك معين؟ لا. وش سويت؟ لا فلوسي من مدخراتك الشخصية. بالضبط. أيه؟ بيزاتي بروحي ودخلت إخواني معي. أوكي. بس افتتاح كان 2016. يس. أي نعم. ففي الفترة ذي يعني ليش ما اخترت أنك تروح حق تمكين؟ كنت مستعجل. أوكي. فكنت أبي تسوي بأسرع. أوكي. كنت مستعجل وما كان عندي وقت. والحين تفكر؟ الحين فتحت فرع ثاني. أي نعم. واستعملت تمكين. أوكي. لأن كان عندي وقت أكثر. حق المعدات. يس حق المعدات لأنهم ما يساعدون في ال مب في كل شيء يعني الستينلس ستيل أثاث. أوكي في أشياء محددة بس أعتقد إلى 50% يدفعون. أنت تدفع تالي يعوضونك. أوكي زين فكرة الديكور مال المحل من وين جاتك؟ فكرة الديكور إن أنتوا داخل بس كأنكم قاعدين برا. شنو كانت الرسالة اللي عندك؟ شنو كان الثيم اللي اشتغلت عليه؟ الثيم والرسالة إن ما أحب أقول بس we don't have a lot of good burger places في المحل. زين ليش؟ شنو مشكلة اللحم؟ اللحم. نعم. اللحم أهم شيء اللحم. والبهارات. ما في بهارات. يحطون في بهارات البرجر تشوفها في محلات. أوه إيه بس خلاص صار كباب. نعم أوكي. فأنت شنو سويت حتى تطلع بالبرجر اللي أنت في رأيك؟ أحسن برجر. شنو سويت غير؟ أولاً أنا ما أقدر أقول عن روحي إن عندي أحسن. لا بس حسب رأيك. أوكي. حسب اللي أنت تشوفه بالنسبة لك الأمثل. سويته صح. زين. الصراحة. بس سويته صح. أي نعم. فاخترت أحسن لحم، أحسن خبز بنظرك. أحسن جبن وما زيت عليه وايد أشياء. أوكي. وايد. فالسر في البرجر الأمثل هو المكونات نفسها. وطبعاً لأن البرجر ينطبخ في 4-5 دقائق. نعم. مو مثل اللحم يعني تقدرين تشترين لحم الكواليتي ماله مو بزين بس إذا طبخينه على لو هيت حق 16 ساعة بيطلع لين في الأخير. صحيح. أي. فهذه هو الفن. يس. شرايك إحنا نطلع فاصل ونواصل قصة نجاحك إن شاء الله وتسراويننا بعد وصفات. حق هذه البرنامج وصفات صحية إن شاء الله. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع نواصل قصة نجاح أحمد فخرو في جو ماماز ووصفات صحية ولكن جدا لذيذة. خليكم معنا. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم وصلنا لنهاية الحلقة اليوم. حلقتنا كانت مع أحمد فخرو في جو ماماز مع شيف مراد قدم لنا هالإبداعات الحلوة أطباق صحية شكلها جدا جذاب. شكرا. وأنت فعلا فزت في التحدي أنك تطبق وصفات صحية شكلها حلو بعد طعمها بيكون إن شاء الله, إن شاء الله. زين لأن الحين بنستمتع فيه إن شاء الله. إن شاء الله. Thank you شيف مراد you did a great job. أعزائي إن شاء الله نلتقي معاكم في حلقات ثانية ونطبخ معاكم مع إبداعات بحرينية أخرى. نشوفكم على خير ومع السلامة.